الذي حققته اجتماعات الطاولة المستديرة على المستوى السياسي كان ضئيلا جدا، فإن بعض السياسيين في البلاد كزعيم المجلس الأعلى الإسلامي يعتقدون أن إنشاء طاولة مستديرة دائمية للتباحث من شأنها أن تجنب السياسيين والبلاد التصعيد السياسي والإعلامي الذي تشهده. أجدد دعوتي لعقد طاولة مستديرة دائمية تبلور الشراكة الوطنية وتبحث عن الحلول المرضية للجميع بعيدا عن المهاترات والتصعيد السياسي والإعلامي. الحكيم تطرق خلال كلمته في الذكرى 29 على تأسيس المجلس الأعلى الإسلامي إلى موضوعة الخدمات، مطالبا بوضع الخطط الكفيلة بتوفير السكن وإيجاد فرص العمل للعاطلين. الخدمات لا تعني الوعود، وإنما تعني سياسة واضحة يتلمس المواطن نجاحاتها اليومية ليطمئن أن البلاد تسير نحو الخلاص. إن ذلك يتطلب وضع الخطط لتشغيل 2 مليون عاطل عن العمل في البلاد، وتوفير السكن 3 ملايين عائلة فاقد للسكن الملائم. وشدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي على ضرورة الالتزام بالدستور، داعيا إلى عدم الازدواجية في التعامل معه كأن تعطل بعض مواده وتفعل أخرى وفقا لمقتضيات المصالح الخاصة. نعبر عن التزامنا الكامل بالدستور، فهو ليس وثيقة توضع على الرف، وإنما هو ميثاق وطني علينا جميعا الالتزام به، ودون تعطيل بعض مواده وتفعيل أخرى حسب رؤيتنا ومصالحنا الخاصة. ومع أن أنظار العالم تتجه اليوم إلى ما يحدث في سوريا، فإن الحكيم تجاهل في كلمتها التي ألقاها أمام المئات من أنصاره القادمين من بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى الاضطرابات التي تشهدها الدولة الجارة وموقف الحكومة من النظام السوري، وأكد أن فلسطين هي القضية العربية الحاضرة، وأن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع تزوير حقوق وتأريخ أهلها.